أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى. لا، ما يكفي السمي على الكلاب، لازم كلب واحد معين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يحل هذا الصيد إن أمسكنا مع كلبي المعلم؟ لا لا، سمي على كلاب الناس ما يصلح، على كلبك فقط، أما كلاب الناس ما هي بلك تسمي عليها. نعم.